أكيد شفتوا ناس بحياتكم بيقدروا يعملوا حركات غريبة، وممكن مرات ما تصدقوا إنه فعلاً هم عملوها، لكن اليوم رح نتعرف على حركات بس 1% من سكان العالم بيقدروا يعملوا هاي الأشياء بقوة خارقة ومش طبيعية بالمرة. خليكم معي لآخر المقطع وما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، لأنه قربنا كتير نوصل المليون يا حلوين. وهلأ يلا نبلش. هذا الشخص بيقدر يكسر مفاصله ويحركها ويلويها كمان لأشكال مش ممكن تتخيلها، وبتسمع صوت عظم مفاصله كمان وهم عم بيطقطقوا. نعم عزيزي المشاهد، اللي بتشوفه مش سحر، لكن طبعا مش اي حدا بيقدر يعمل هاي الحركات زي ما انتو شايفين لانها مش طبيعية، لكن هو بتميز بليونة عالية في العظام والجسم بتخليه يقدر يعمل هاي الحركات بسهولة، وبيقدر يدمجها كمان بالرأس. وطبعا كونه بيعمل اشياء غريبة كمان انتشرت فيديوهاته بشكل كبير وحققت ملايين المشاهدات، وخصوصا بعد ما طلع في برنامج المواهب الامريكي جود تالنت. زي ما انتو شايفين لجنة التحكيم والجمهور كله مصدوم جدا من اللي قدمه. هاي البنت بتقدر تقلب عيونها وتخفي البؤبؤ لجوا، وبس حتشوفوا لون ابيض زي ما انتو شايفين، كأنكم عم تحضروا فيلم رعب، صح ولا لا؟ لا 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 لا. هذا الراجل عنده قدرة كبيرة بجسمه وبقدر يطلع السلالم هدول زي ما انتو شايفين، وهي الحركات بدها حدا عنده قوة كبيرة بجسمه. هاي البنت بتقدر تطوي رجليها بسهولة جدا، وبتحس كأنه ما عندها ركبة أساسا من الليون اللي بجسمها. هو صراحة بتحس كأنها بتعمل خدعة في حفلة أو أنه الموضوع سحر. هدول الأشخاص كمان بيقدر يرسموا دوائر بدون أخطاء وبحركة واحدة بس بدون ما يوقفوا بالمرة، وبعتقد مش أي حدا بيقدر يرسم دائرة هيك بدون ما يغلط، كأنه مهندس رسمها سبحان الله. هذا الراجل بيقدر يطلع بوبو عينيه برا زي ما انتو شايفين، شوفوا كيف مش طبيعي، بياكل وفجأة بيطلع عينيه، والله بتحسوا انه يا متفاجئ كتير يا معصب كتير. وهذا الشخص بتابعه على تيك توك أكثر من 7 مليون متابع. هذا كمان بيقدر يقفز على كتف شخص تاني وهو واقف، متخيلين كيف؟ زي ما انتو شايفين بدون أي أخطاء وبسهولة ومرونة عالية. هذا غير حركات الجمباز والقفز التاني اللي بيعملها، وهذا بيقدر يربط الخيط بشكل قوي باستخدام لسانه فقط بسهولة وبسرعة زي ما انتو شايفين. هذا الراجل بيقدر يطوي اي اشي بدون اي صعوبة زي الاواني والادوات القاسية زي ما هو مبين في الفيديو، بتحسه خارق والله. وحتى بيقدر يكسر مضارب البيسبول اللي بتعتبر مصنوعة من انواع الخشب الغير قابلة للكسر، وكمان انضم لبرنامج المواهب الامريكي زي ما انتو شايفين وادهش لجنة التحكيم. التحدي هذا بيقدروا الأشخاص يضعوا بيضة ويكسروها بعضلاتهم، وبسموا هذا التحدي باسم العضلة ذات الرأسين زي ما انتو شايفين كيف بيكسروا البيضة بسهولة. هذا الراهب بيقدر يتسلق الجبال شديدة الانحدار بسهولة تامة وكأنه ماشي على شارع معبد، وبقدر يتخطى الشباب اللي عمرهم 20 سنة ويسبقهم رغم انه عمره 80 سنة والمفروض انه هم لسه شباب وعندهم سهولة في الحركة اكتر. شوفوا هذا الراجل كيف بيقدر يبلع موزة كاملة زي ما هي في اقل من ثانية، شوفوا كيف بالله كمان مرة مش طبيعي. يلا يلا. في هذا المقطع بيظهر الجرسون وهو بياخد اكبر عدد من الطلبات بوقت واحد حتى ما يضل رايح جاي على المطبخ، طبعا لانه كلنا بنعرف الضغط الكبير على المطاعم، فهي احد المهارات اللي ممكن يتميز فيها الجرسون، وطبعا لازم يركز عشان ما يوقع اشي من ايديه. الرجل هذا بيقلب جمباز بدون ما يستخدم ايديه بكل حركة، بيستخدم ايده مرة واحدة بس وبعدها بيصير يقلب بسرعة زي كده، طبعا عنده ليونة عالية بجسمه. شوفوا هذا السباح كيف بيقدر يعمل تزلج فوق المية بدون استخدام زلاجات مائية، لأنه ما حدا بيقدر يعمل هاي الحركات بدون استخدام الزلاجات المائية. شوفوا كيف بيقدر يحرك حاله من جهة لجهة ويتزلج بسهولة فوق المية. هاي البنت بتمارس رياضة التزحلق السريع، بس تخيلوا لو ضفنا أكواب وعملت تزلج سريع وهي بتتخطى واحدة ورا الثانية بدون أخطاء، تخيل السرعة والدقة والاحترافية العالية. أكيد طبعا أخذت وقت كبير بالتدريب لتطلع بهاي الاحترافية. هذا الراجل عنده قوة كبيرة لأنه زي ما انتو شايفين أعزائي المشاهدين قدر يفرد جسمه بشكل مستقيم، وطبعا هاي قوة مذهلة. هذا الطفل عنده سرعة رهيبة في نط الحبل، ما شاء الله مش ملحق ينط زي ما احنا شايفين.
هاي المرة بتقدر تحرك الطاولة بهذا الشكل زي ما انتو شايفين باستخدام رجليها بس وبسرعة كبيرة. لكل حدا مفكر انه ما في فضائيين على الكوكب، شوفوا هذا الراجل كيف بيعمل في عينيه كأنه له 3 قرنيات بعينه وبقدر يحركها، سبحان الله. هاي البنت بتقدر تلعب بأربع عجلات مرة واحدة، وأكيد أخذت وقت كبير في التدريب لتقدر توصل لهاي المرحلة من الاحتراف. هذا غير الحركات التانية اللي بتقدر تعملها. هو صحيح انه الايطاليين اخترعوا البيتزا ومحترفين فيها، بس شوفوا هذا الرجل بيقدر يرمي عجينة البيتزا في الهواء وبترجع له لحالها، غير انه بيقدر يلعب فيها بالهواء كمان. شوفوا حركات هذا الرجل. هو صراحة احنا بنعرف انه في روبوتات آلية، بس اول مرة اشوف بشر بيتحرك على شكل ريبوت كده. شوفوا كيف بيقدر يحرك راسه بشكل آلي زي الريبوت بدون ما يحرك باقي جسمه. في هذا المقطع بيظهر هذا الشاب وهو عم بيلعب بعصاية بحركات سريعة واحترافية، بتحس انه مروحية طيارة هليكوبتر عم تتحرك بسرعة للطير. في مقطع الفيديو هذا كمان بيظهر هو بتدرب على نفس الحركات وبيبين قديش صار في تطور عنده. هذا الراجل بيقدر يمسك فأسين ويصوبهم اتجاه هاي اللعبة الشهيرة ويحقق هدفين بنص الدائرة بكل سهولة. تقريبا ممكن نحكي عن هذا الشاب انه عنده اقوى ايد يمين في العالم، لانه بيقدر يكسر فيها كل شيء بسهولة من ازاز وطوب وخشب زي ما هو مبين في الفيديو. عزيزي المشاهد، في اقل من 10 ثواني بس قدر هذا الراجل ياكل الصحن اللي معه. وبنعرف انه خصوصا شرق اسيا مشهوره بتحدياتهم بالاكل لانهم سريعين جدا في تناول الوجبات. جربت قبل هيك تاكل وجبه مثل هاي باقل من 10 ثواني؟ وقت انتشار فيروس كورونا صار التباعد الجسدي مهم للحفاظ على سلامه صحتك، لكن هذا الشخص استغل ليونه جسمه ومرونه الحركه عنده واخترع طريقه جديده للابتعاد الجسدي زي ما انتم شايفين. هذا الراجل بياكل تفاح كاملة في قضمة واحدة وبفكر انه ممكن هيك يتناول تفاحة كل يوم ويحافظ على صحته، ولكن هل هذا الاشي صح؟ شو رأيك عزيزي المشاهد؟ هذا الراجل بيلعب رياضة الهوكي على الجليد وهي اساسا رياضة صعبة وبدها تدريبات كتيرة لتوصل لمرحلة الاحتراف، لكن هذا الشخص اتخطى هاي المرحلة وصار يمارسها على الجليد كمان. وطبعا هاي الحركة بدها مستوى عالي من المرونة والتدريب، وكمان هذا غير رياضة التزلج بالسكوتر على الجليد. هذا الشاب بيقدر يلعب بخفة في الورق المقوى وبسرعة رهيبة وباحترافية عالية. أتوقع أخذ وقت كبير لحد ما قدر يلعب بهاي الطريقة. أكيد كلكم بتعرفوا رياضة ضغط الصدر اللي الشباب بيلعبوها كتير كتحدي بينهم، بس شفتوا شخص قبل هيك بيلعبها بإيد واحدة زي ما انتو شايفين؟ وكمان بيعمل تحدي زي هيك مثل انه يكسر بيضة أثناء اللعب بإيده اللي بيلعب فيها، عنده قوة رهيبة والله. في مقطع الفيديو هذا بيظهر الشاب كأنه بيمارس رياضة المشي على الآلة المخصصة لهي الرياضة، لكن شايفين السرعة الرهيبة اللي بيجري فيها؟ هو صراحة أنا حاسة إنه هاي آلة للجري مش للمشي، وبهيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع يا حلوين، بتمنى يكون عجبكم وما تنسونا من اللايك والشير والاشتراك، ومع السلامة بشوفكم بالفيديو الجاي.